السلام عليكم ورحمة الله. إذا أرحب بالجميع في التمرين رقم 1 من درس الجداء السلمي في الفضاء وتطبيقاته. إذا التمرين يقول نعتبر المتجهات U و V و W بحيث إذا عندنا إحداثيات المتجهات U و V و W أحسب U سكالير V V سكالير W و U سكالير W. إذا غنحسبوا الجداء السلمي لمتجهتين كقاعدة بشكل عام، إذا كان U الإحداثيات ديالها A و B و C والمتجهة V الإحداثيات ديالها A بريم و B بريم و C بريم، فإن الجداء السلمي ديال U V يساوي ماذا؟ إذا كنديرو الأفصول ديال دوبلو ديال U في الأفصول ديال V، إذا A مضروبة في A بريم زائد الأرتوب ديال U في الأرتوب ديال V ب مضروبة في B بريم زائد الأنسوب ديال U مضروب في الأنسوب ديال V أي C مضروبة في C بريم. إذا A بريم زائد B بريم زائد C C بريم. الجداء السلمي هو عبارة عن عدد. إذا حساب الجداء السلمي للمتجهتين U V يعني U سكالير V. إذا U سكالير V إذا الأفصول في الأفصول، إذا واحد زائد جذر جوج مضروبة في واحد ناقص جذر جوج زائد الأرتوب في الأرتوب، إذا جذر ثلاثة في صفر زائد الأنسوب في الأنسوب أي صفر في ناقص واحد. إذا الأسبقية للضرب، واحد زائد جذر جوج مضروبة في واحد ناقص جذر جوج فهي متطابقة هامة ديال أ زائد ب في أ ناقص ب، إذا كتعطينا هي أ مربع ناقص ب مربع أي واحد مربع ناقص جذر جوج مربع زائد جذر ثلاثة في صفر تعطينا صفر، صفر في ناقص واحد يعطينا كذلك صفر. إذا واحد جذر اثنان أس اثنان كتعطينا اثنان لأن الاثنان كتمشي مع الجذر وسيبقى لنا اثنان. إذا واحد ناقص اثنان هي ناقص واحد. U سكالير W أو V سكالير W. إذا الأفصول في الأفصول، إذا واحد ناقص جذر جوج في صفر زائد الأرتوب في الأرتوب أي صفر في ناقص جذر ثلاثة زائد الأنسوب في الأنسوب أي ناقص واحد في واحد. إذا احنا عندنا الجداء عدد في صفر يعني كيعطينا صفر، عدد صفر في عدد كذلك صفر، ناقص واحد في واحد تعطينا ناقص واحد. إذا ناقص واحد. الآن U سكالير W، إذا الأفصول في الأفصول، إذا واحد زائد جذر جوج مضروبة في صفر، الأرتوب ديال U اللي هو جذر ثلاثة مضروب في الأرتوب ديال W اللي هو ناقص جذر ثلاثة زائد الأنسوب ديال U صفر مضروب في الأنسوب ديال W اللي هو واحد. إذن هذه كتعطينا صفر، هذه كتعطينا صفر، إذن كيبقى لنا جذر ثلاثة مضروب في ناقص جذر ثلاثة، إذن هو ناقص جذر ثلاثة أس اثنان. إذن الاثنان الأس كتمشي مع الجذر كيبقى لنا ناقص ثلاثة.